السلام عليكم اخواني الاعزاء ومتابعين الكرام. احنا اليوم موضوعنا مهم وراقي وراح يحاول يساعدك لتخطي بعض الصعوبات اللي تواجهك بسبب آلام الظهر والانزلاقات. يعني هاي الوصفة اني اسميها الوصفة الذهبية، لكن خلينا نعرف شنو مميزات هاي الوصفة الذهبية. اني طبعا ماخذها من حياتي العملية كأحد رواد الرياضة العالمية وكخبير متخصص في مجال علوم الصحة، وخصوصا من خلال الحركة. فهنا تابعونا على هذه الوصفة الذهبية وشوفوا شنو تطبيقاتها وشون تقدر تستخدمها في حياتك لتحسين صحتك. يعني أنا اختاريت لك هنا شغلتين مهمة، اللي هو زيت الزيتون الأصلي والملح. هسه خلينا نعرف شو يسوي زيت الزيتون، ليش بمميزات تختلف عن غيره، وليش اختاريناه هو بالذات. زيت الزيتون يساهم في بناء الخلايا، بالإضافة إلى ذلك يحتوي على العديد من المكونات الصحية التي تشمل المواد ذات الخصائص القوية المضادة للأكسدة، ولها تأثير على سيولة الدم وتمنع الالتهاب وكذلك تمنع السرطان والشيخوخة. وين أكو بعد أحسن من مادة تجيب لك كل هاي المواصفات بشغلة بسيطة؟ إذن هذا فشي يخص صحتك وجدا مهم، اللي هو زيت الزيتون الأصلي. أما الملح فأكو مبدأ معروف، أينما يذهب الملح يأتي معه الماء. وبما أن الماء يلعب دورا مهما في انبساط العضلات بعد تقلصها، فسوف يكون مهما لوظيفة العضلة. يعني العضلة تتقلص وتنبسط، الماء يلعب دور في ارتخاء العضلة، يعني الانبساط بعد التقلص. إذا ما وجد الماء راح تصير تشنجات. كذلك يعمل الملح على معادلة حموضة العضلة لتخفيف التشنجات حتى تؤدي وظيفتها بصورة مثالية. يعني أني أبدأ خلصك من خلال الملح من الحموضة اللي بالدم، اللي هو بالتالي راح يجلب الماء وياه، وبنفس الوقت راح يخلصك من التشنجات اللي تصيب العضلات في العمود الفقري. طبعا قبل كل شيء أنت لازم تعرف بعض الحقائق ليتسنى لك فهم هذه الوصفة الذهبية. أول شيء يجب أن تعرفه أنت هنا عندك 95% من آلام الظهر تأتي بسبب ضعف وعدم توازن العضلات الداخلية الأمامية والخلفية. هسه نريد نعرف شنو الأمامية والخلفية للعمود الفقري. أما الانزلاقات فهي نتيجة وليس سبب، لهذا لا توجد أدلة علمية كافية للعلاقة بين الانزلاقات الغضروفية وآلام الظهر إلا ما ندر. تبوا أخوان على هاي الحالة، هسه أنت عندك هذه العضلة الداخلية الخلفية للعمود الفقري، شوف المخطط الكياني بالأحمر، شوف منين تبدي ووين تنتهي. هاي عضلة واحدة، باللاتيني تسمى موسكولوس الركتور سبينا. يعني هذه التسمية موسكولوس هي جاية من اللاتينية، مصل بالإنجليزي، بالألماني هنسميها موسكل. فانتبهوا اخوان على التلفظ، انا من اقول موسكولوس يعني لفظ لاتيني. اما العضلة الداخلية الامامية وتسمى العضلة الضامة، هنا تلاحظون منين جاية، في الفقرات القطنية الاخيرة، وتنزل ترتبط باعلى الفخذ من الداخل. هاي عضلات ضامة لها دور في حركة الفخذ إلى الداخل ورفع الفخذ، يعني حركة مثل صعدة الدرج. كثير من النساء يعانون من هاي المشكلة، ما نعرف إحنا ليش شنو السبب لحد الآن، لكن ليش النساء يعانون من هاي المشكلة؟ يمكن إلها علاقة في توسع الحوض بعد الولادة أو قبل الولادة، هذا ممكن أن يلعب دور هنا، بس لحد الآن ما مثبتة علمياً. هاي العضلة تسمى موسكولوس إليوبسواس. هم نرجع نقول موسكولوس هي كلمة لاتينية، فلا تستغرب إذا أنت بس تعرف الإنجليزي ما صل. أما الفرق بطول الأرجل من 3 إلى 9 ملم،
فيعتبر من أهم مسببات مشاكل العمود الفقري، إحنا نقصد آلام الظهر والانزلاقات معا بسبب ضلوعه في إعوجاج العمود الفقري. الطب الكلاسيكي لم يعير إلى هذه الحالة أي أهمية ويعتبرها طبيعية، لكننا وجدناها ب70% من المجتمعات على وجه الكرة الأرضية التي أثبتناها من خلال بحوث علمية وعملية في سويسرا وألمانيا لل25 سنة الماضية. يعني كل هذه المعلومات موثقة ببحوث علمية متسلسلة في كتاب الموسوم The Undiscovered Causes of Lower Back Pain 2020، تجدونه على amazon.com. انتبهوا أخوان، هاي بحوث علمية متسلسلة 25 سنة في دول متطورة تعتبر نفسها أرقى دول بالعالم. هذا اكتشافي الآن دخل في المنهاج العلمي والتطبيقي في ألمانيا منذ 2014. كل المعلومات والبحوث المنشورة تجدونه على هذا الكتاب. فانتبهوا، انت تريد الطبقة لك، تريد تفهمها، تريد ما تفهمها، هذا شيء يعود لك. احنا المنهاج اللي انا اكتشفته دخل بالمنهاج الطبي الالماني. كل طبيب اختصاص اشعة من قام تجي الاشعة يسويها من ضمن واجبه بالتشخيص يكتب فرق بطول ارجل 3 4 5 6 7 8 هنا. فانت افهم انه هذه حالة جديدة، انت لازم تسوي ابديت. اذا ما تعرفها لا تضوج منها، افهمها. ده نحكي احنا بالمليمترات. الطب الكلاسيكي يقول لك شكو شغلة اقل من 10 مليمتر لا تعير لها اهمية. زين ليش أني كأحد رواد الرياضة العالمية صار عندي فرق 5 مليمترات وقفت حياتي الرياضية وسوت لي إصابات رياضية أنا كنت في غنى عنها؟ فانتبهوا، الحياة تتطور من خلال المعرفة. فانتبهوا على هاي الحالة وركزوا عليها. 70% من المجتمعات على الكرة الأرضية عندهم فرق بطول أرجل من 3 إلى 9 مليم وما يدرون. هي السبب الأساسي في مشاكل كثيرة في حركة جسم الإنسان الميكانيكيين. تبو أخوان، عندما تصاب بآلام في الظهر أول شيء يجب عمله هو دوش حار على منطقة الظهر بحركة مستمرة لتنطية عضلات الظهر والسماح للدورة الدموية بالجريان بصورة طبيعية لمدة 2 إلى 3 دقائق. وكما موضح بهذا الفيديو، لاحظوا حركة تقوس الظهر وحاولوا تطبيقها بجدية وبدقة. هذه الحركات سوف تعطيك الشعور بالتحسس في العضلات الداخلية الخلفية للعمود الفقري وتمكنك بالتفريق بين آلام الصفحة اليمين واليسار على طول العمود الفقري. يعني تعطيك فد شعور انه انت راح تقدر تتعامل وتشعر ويا عضلات الظهر الخلفية اللي انت ما تشوفها، يعني وتبدي تحس بها بصورة صحية. يعني هواي ناس ما يشوفها ما يحس بها، يحس بها بس لما يصير عنده ألم بها. لا، هالمرة انت روح جود وسوي هاي الحركات الصحيحة ولاحظ شلون يتقوس الظهر، شلون ينزل للأمام، شلون أخلي إيدي على الركبتين، شلون أخلي جسمي في زوايا معينة. وتحت الدوش أسويها الحركة اللي أكثر من مرة، إن كان أسفل الظهر أو إن كان منتصف الظهر أو أعلى الظهر، على مود أحصل على شعور بفهم مكان الألم بالتحديد وين. العضلة اليمنى راح تنطيك إعاز، العضلة اليسرى راح تنطيك إعاز. هنا حاول تعرف بالضبط وين مشكلتك حتى تبدي تواجهها أو تشرح لنا إياها من تجينا، حتى نعرف وين المشكلة وش نقدر نسوي لها. ملاحظة مهمة، هاي الحركات تحت الدوش والمي الحار ما ممكن تسويها إذا عندك كسور في العمود الفقري. انتبه، هذا ما مسموح لك تسويها الحركة هاي إذا كان عندك كسر بالعمود الفقري. زيت الزيتون الأصلي 5 إلى 6 ملاعق طعام يحمى ليصبح حار قليلا ويخلط مع الملح ملعقة طعام واحدة ويمسح على الظهر لمدة 2 إلى 3 دقائق. ترافق هذه العملية حركة الأرجل بالمراوحة في المكان
مع حركة منتظمة في الكتفين لتعزيز عمل عضلات الظهر الداخلية وتنشيطها لتكتسب الحيوية والنشاط. لاحظوا إخوان شلون هاي الحركة مهمة، أنا راح أصور لك إياها من عدة اتجاهات. أنت لاحظ بس حركة الأكتاف شقد مهمة، لأن هاي راح تحرك لك العضلات بصورة منتظمة، يا العضلات اللي قلنا عليها العضلات الداخلية الخارجية والداخلية الضامة، ذني كلش مهمات في وظيفة العمود الفقري. فأنت لازم دائما تخليهن نشطات حتى تطلب منهن عمل وينطنك العمل لمن تتوفر الطاقة إليه. فهذه شغلة مهمة يجب أن تعملوا عليها وأن تمارسوها. لاحظوا جو الشمس، تقدر أنت يومية تطلع لك هنا فد 15 دقائق وتمارسها لحالة. دهن زيت الزيتون تدهنه دقيقتين 3 دقائق والبقية تسوي حركة. لاحظ أنا شلون راح أعيد لك هاي الحركة مرة الأخرى على مود أنت تنتبه على التوافق العضلي العصبي. هاي وظيفة في جسم الإنسان اسمها التوافق العضلي العصبي، وهذا التوافق إذا يصير عندك ضعيف راح تصير عندك بعض مشاكل كثيرة في الجهاز الحركي. فأنت حاول تنمي جسمك وتربيه على التوافق العضلي العصبي حتى ينطيك عطاء. يعني أنا هنا همتي راح أشوفكم حالة شلون واحد يمشي لما ما عنده توافق عضلي عصبي أو عنده آلام وصار عنده تشنج. لاحظوا الحركة شلون تصير سيئة، هذه تعتبر من أسوأ الحالات اللي يمر بها جسم الإنسان لما الإنسان يمشي بهذا التشنجات. لاحظ هنا شلون يمشي الإنسان، شلون جسمه مقفول بالأعلى الجسم، يعني من خلال شد عالي في العضلات في كل الجسم وخصوصا في الجذع. فانتبهوا على هذا الخطأ الذي يمارس. هنا أحب أن أوضح لك الجلوس بصورة صحيحة اللي لازم أنت تسويه من 3 إلى 5 مرات يوميا ولمدة 3 إلى 5 دقائق لكل مرة بصورة متوازنة، يقيك شر الألم. الألم يدفعك للجلوس الخاطئ ليفعل المرض. انتبهوا أخوان، هواي ناس ينعوج على صفحة يريد يهرب من الألم، لكن هو ده يدفعك إلى تطوير المرض. فانتبه عليه، أنت اجبر نفسك على القعدة الصحيحة، لابد أن يكون وضع مريح لك تقدر تخلي العمود الفقري والعضلات تعيد شفائها من خلاله. هنا نود انتباهكم لهذه الملاحظة المهمة والعمل على تطبيقها. بعد الجلوس يجب التحرك لمدة 3 إلى 5 دقائق بطريقة طبيعية مع تطويح الأكتاف والأذرع بانسيابية لتفعيل دور عضلات الظهر في الحركة لتستعيد وظيفتها الفعلية وتفادي كسلها الذي يؤدي ضعفها وبالتالي ازدياد الألم. يعني انتوا اخوان لاحظوا هنا شلون اني اخلي المخده، شلون اخلي ظهري عليها، شلون اقعد بالوسط، الحركه على اليمين خاطئه، الحركه على اليسار خاطئه، هذه كلها حالات. شلون اني افرش الفخذ على القنفه على مود العضله الضامه ترتخي، هذه من اطلع للامام واطبق رجلي واقعد هذا راح يصير ضغط على العمود الفقري 170%، بس من ارجع انتشي وافتح رجلي بهالطريقه هاي وامد الاقدام الى الامام راح ترتخي العضلات كلها والضغط على العمود الفقري يصير قليل، بحيث الغضروف يبدي يستعيد شفاءه من خلال سحبه لل H2O والناتريوم من الجسم. فيبدي يصير عنده ريكفر، يعني اعاده شفاء، بحيث من تقوم انت ما بي هذا التيبس او الضغط الصاير عليه. فانت ساعد الغضروف على مود يعيد شفاءه حتى بعدين ينطيك عطاء. يعني هي عملية متبادلة، أنا أدير بالي على الغضروف حتى الغضروف يدير بالي علي، أنا أدير بالي على العضلة حتى العضلة تحميني. فأنت انتبه على هذه الأشياء اللي أساسية اللي أنت لازم تأديها على مود جسمك ينطيك عطاء. بهذا الفيديو أكون قد نقلت لكم تجربتي مع الوصفة الذهبية، وأتمنى أن تكون قد ساعدتكم لكسب المعرفة للتخلص من مشكلة العمود الفقري.
أو مشاكل العضلات، وسوف أنشر باستمرار عن مواضيع مهمة تقوي عزيمتكم للتخلص من المشاكل الصحية بصورة عامة ومشاكل العمود الفقري بصورة خاصة، وبالاعتماد على تجربتي العلمية والعملية المبنية على التطور الحاصل في الدول المتقدمة. فتابعونا من أجل اكتساب العلم والمعرفة. تحياتي، أخوكم دكتور عدنان السمرمل، خبير علم الحركة الدولي، حامل شهادة الدكتوراه بعلوم الصحة من جامعة أتلانتيك إنترناشنال، PhD Health Sciences Atlantic International University. إذا أعجبكم الفيديو ساهموا بنشره، لأنه ناشر العلم كفاعله، وسووا سبسكرايب حتى تجيكم شكو معلومة جديدة نحاول إحنا ننشرها اللي تخدم صحتكم. وتمنياتي لكم بالصحة والموفقية، أخوكم.